السلام عليكم وأهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في الدرس السابق شرحنا عن الأرضيات ببرنامج الرفت وكل المعلومات المهمة المتعلقة فيها. رابط هذه السلسلة للدروس السابقة مربع الوصف تحت عنوان الدروس السابقة. بيكون التركيز اليوم على السيلينجز أو الأسقف. أولا طريقة رسمها، ثانيا التعديل عليها، ثالثا بعض الأخطاء الشائعة اللي ممكن تواجهها، رابعا وأخيرا الطرق المتاحة للتعديل على بلاط الأسقف أو السيلينج تايلز أو الجريد. فلو مهتم بالموضوع استمر بالمشاهدة وتلاقي الفائدة بإذن الله. بنبدأ بالنقطة الأولى وهي طريقة رسمها، طبعا جدا بسيطة. خلونا في البداية نروح للسيلينج بلان، مثلا ليفل 1، نضغط دبل كليك فتحنا الفيو، نبدا نرسمها من الاركيتكتشر، نروح للسيلينج نضغط عليها. بيكون عندنا اختيارين او طريقتين لاضافه السيلينج، الاول اوتوماتيك سيلينج، الثاني سكتش سيلينج. خلونا نبدا واحد واحد. الاول الاوتوماتيك سيلينج نختارها، بعدها من هنا من البروبرتيز نبدا نختار بعض الاختيارات، مثلا نوع السيلينج نفتح دروب داون منيو نختار النوع اللي نبغاه، مثلا نختار هذا النوع. الليفل اكيد جاب لنا الليفل اللي احنا فيه، لكن ممكن نغير لو كنا نبغاه يرسم لنا اياه بليفل ثاني. بعدها هايت اوفست فروم ليفل اللي هو من ليفل 1، كم يكون الاوفست؟ ممكن هنا نعدل على هذا الرقم، نختار الارتفاع اللي احنا نبغاه. وبعدها اللي بنسويه بكل سهوله ان نضغط في الماوس داخل المخطط مكان يكون مغلق بحواض، مثلا هذا الاول، الثاني، الثالث، الرابع. طبعا ما في اسهل من كذا. نشوف الاختيار الثاني لسكتش سيلينج، نضغط عليها. من هنا طبعا اكيد اتذكرت بشكل كبير درس الفلور، لاننا دخلنا لسكتش مود وقلنا في السكتش مود احنا كيف نعرف اننا داخل سكتش مود؟ بتكون عندنا تقريبا الرسمه لونها رمادي او جريد اوت، بعدها عندنا في الموديفاي جنبها يكون كرييت سيلينج باوندري، وفي الاخير والاهم انه المود بيكون عندنا علامه الاكس عشان ينكنسل او الصح علشان نطلع من هذا الامر ونحفظ. عندنا طبعا كل ادوات الرسم، ممكن نستخدم الاشكال المختلفه عشان نرسم، ممكن نستخدم البيك لاين، لو كان عندنا اي شكل مختلف ممكن نستخدم كل هذه الاشكال. احنا الان بنستخدم شكل المستطيل او الريكتانجل، اخترنا. من هنا بيكون عندنا بس في الاوبشن بار الاوفست، لو تبغاها تكون اوفست ما تكون صفر ممكن تحط العدد، ولو كانت دائره ممكن تحط الريديوس وتحدد. من البروبرتيز نفتح ونختار زي ما اخترنا قبل شوي، مثلا نوع ثاني، من الليفل نبغاها من ليفل 1، والهايت اوفست فروم ليفل 1 احنا مثلا هذا العدد اللي نبغاه ارتفاع السيلينج له. بكل بساطه اللي بنسويه اننا نرسم النقطه الاولى النقطه الثانيه، لما نخلص نضغط على علامه الصح. خلونا نسويها مره ثانيه، نروح للسيلينج ندخل على السكتش سيلينج، هو اختار لنا نفس الاختيارات اللي كنا مختارينها، وبكل بساطه نبي نختار نقطه البدايه ونقطه النهاية. طبعا نفس النقاط المهمة اللي قلناها في الفلور تنطبق هنا، أو لما تكون داخل أي سكتش مود لازم تكون النقاط مغلقة تماما، ما تكون أبدا ما في أي نقطة كذا، لو سويتها أو بالغلط كانت كذا لو تضغط على علامة الصح أكيد بيكون يجيب لك إيرور ويقول لك أنه لازم نكمل الرسمة. نضغط على كونتينيو، نستخدم الترم تي آر، بعدها نسوي لها ترم، وايضا ننتبه انه ما يكون في اوفرلاب، يعني ما يكون في بالغلط لاين فوق الثاني بهذا الشكل بيطلع لنا ايرور، ولما نضغط على الصح بيقول لنا انه في لاينز فوق بعض. نختار على كونتينيو، نختار اللاين الغلط نحذفه، وبعدها بكل بساطه نضغط على علامه الصح علشان نطلع من هذا الامر. التعديل على الأسقف جدا بسيطة، علشان ندخل ونعدل عليها سواء كنا رسمناها بأوتوماتيك سيلينج أو كنا رسمناها بسكتش سيلينج كلها نفس الطريقة. نضغط إما نحدد عليها ونضغط على Edit Boundary من المود من هنا من المودفاي، أو إن نضغط دبل كليك ويدخلنا عليها. مثلا نبغى نضيف شكل داخل السيلينج ممكن نرسمه هذا الشكل، لما نخلص نضغط على علامة الصح، أو ممكن نحدد عليها نضغط على دبل كليك، إحنا رسمنا هذا بسكتش سيلينج ونبغى مثلا ناخذ اوفست منه، نحدد العدد ونبغاها كوبي، نضغط على التاب عشان يساعدنا بس بضغطة زر واحدة، وبعدها نضغط على علامة الصح، فممكن نرسم الأشكال اللي احنا نبغاها ونعدل عليها بكل بساطة.
ننتقل ونشوف بعض الأخطاء أو المشاكل اللي ممكن نواجهها لما نضيف السيلينج تفرفت. في البداية مثلا نكون في فلور بلان ليفل 1، وطبعا بما أنها كلها مخططات ممكن أحيانا أننا نلخبط أننا هل إحنا في فلور بلان أو إحنا في سيلينج بلان. بعدها نروح للأركيتكتشر ونختار سيلينج، ما هنا ما يفرق سواء كانت أوتوماتيك سيلينج أو سكتش سيلينج، نختار النوع اللي إحنا نبغاه، ممكن نختار هذا النوع. بعدها نضيفها، عادي نضغط عليها. طبعا على طول بيجيب لنا warning بيقول لنا أنه none of the created elements are visible in floor plan، أنه element أو العنصر اللي إحنا أضفنا مو باين بالفلور بلان. طبعا هذا الكلام منطقي لأنه إحنا في المخططات بنقص كأننا المخطط وبنشوف على تحت، لكن في السيلينج بالضبط العكس، إحنا بنقطع المخطط وبنشوف على فوق. في السيلينج اللي أضفنا بيكون برا الفيو رينج للمخطط، لكن لما نروح سيلينج بلان بنشوف انها موجودة عندنا وما عندنا اي مشكلة. تمام، هذه النقطة الاولى. ممكن ايضا نكون في السيلينج بلان وتصادفنا مشكلة ثانية، نختار سيلينج بعدها نروح نختار مثلا البلين، حلو، وسواء نفس الشيء اوتوماتيك او سكتش سيلينج ما تفرق. نضغط، ضغطنا الضغطة الاولى حسينا انه ما صار شيء، ما بالنا شيء في الشاشة، نروح نضغط الضغطة الثانية بيجيب لنا warning بيقول لنا there are identical instances in the same place، يعني عندنا two ceilings بنفس المكان. خلونا ناخذ section ونشوفها، نطلع نرسم section مثلا هنا ونضغط double click أو نختاره، وبعدها نضغط في الماوس right click ونختار go to view، بنشوف انه في two ceilings فوق بعض، حددنا على واحد. احنا لما نحددها كذا طبعا ونشوفه من الفلتر بنشوف انهم اثنين، فممكن نحدد على واحد منهم ونحذف ولسه باقي لنا واحد ثاني، فكذا الحين عندنا واحد حددنا، نروح للفلتر بنشوف انه عندنا بس سيلينج واحد. فهذا الغلط الثاني اللي ممكن يعني يواجهك، وهو بسيط ممكن حتى بس تتراجع وتكون حليت هذه المشكلة، نحذف السكشن. طيب الشيء الثالث ممكن يواجهنا ايضا أننا وإحنا بنرسم نختار السيلينج من الأركيتكتشر وبعدها نختار أوتوماتيك سيلينج. إحنا في البداية بداية الدرس أخذنا هذا المكان وشفنا أنه كان هذا مكان أو هذا سبيس وهذا سبيس أو هذا زون وهذا زون. طيب الحين ليه قاعد يسوي لنا كذا؟ ليه قاعد يحدد المكان هذا كامل كأنه ما في حائط؟ لأن هي عادة الأوتوماتيك سيلينج بتحس بالحوائط اللي حواليها، يعني كأن الحوائط هي اللي بتسوي فريمينج لهذا السيلينج، لكن هنا لا. طب شو اللي صار؟ خلونا نضغط على الاسكيب ونحدد على هذا الحائط ونشوف المشكلة اللي فيه. بنشوف انه هذا الول من ليفل 1 بس مو واصل لليفل 2، unconnected وطالع لين مترين ونص، بالضبط نفس السيلينج اللي احنا حطيناه، فمن الطبيعي انه ما يحس فيه. فلو نبغى نحل هذه المشكلة طبعا ممكن ان نرسمه بالسكتش سيلينج، بس ممكن يعني نتلاعب نخلي هذا يطلع الليفل 2، نحدد على الحائط بعدها نختار مرة ثانية من السيلينج نختار اوتوماتيك سيلينج، اذا طبعا هذا الشيء اللي احنا نبغاه، نبغى هذا يكون مكان وهذا يكون مكان. طبعا هي بلين فعشان كذا ما هي باينه، لكن لو حددناها ممكن نضغط عليها ونغيرها لاي نوع عشان نشوف. فكذا رسمناها. طبعا الحائط لو تبغى ترجع تنزله زي ما كان نرجع نحدد عليه تاب عشان يساعدنا بالتحديد، حددنا عليه ونرجع نخليه مثلا unconnected ونخليه بالارتفاع اللي احنا نبغاه، وكذا يكون عندنا يعني بالنتيجة اللي احنا نبغاها. فهذه بعض المشاكل او الاخطاء اللي ممكن تواجهك وانت بترسم سيلينج. تعلمنا كيف نرسم السيلينج، تعلمنا كيف نعدل عليه، وبعض المشاكل او الاخطاء اللي ممكن تواجهنا. الحين بننتقل للنقطة الرابعة والاخيرة في درس اليوم، وهو كيف نعدل على بلاط هذا السيلينج او على التايلز او الجريدز، كيف نعدلها. طيب هو في البداية خلونا نقول على أي أساس أصلاً هو يرسمها، سواء اخترناها أوتوماتيك أو سكتش، على أي أساس لما نختارها مثلاً هذا النوع اللي 600x600 أو 600x200، على أي أساس هو بيوزعها داخل السبيس؟ بيوزعها من الوسط، يعني كأنه من السنتر بيبدأ يوزعها لين الأطراف، بس مو على كل الأحوال إحنا نبغاها بهذا الشكل. ففي بعض الطرق اللي ممكن تساعدك إنك تعدل عليها، خصوصاً بعدين لما تضيف الإضاءة وتبغى تمشيها على حسب الإضاءات كيف ممكن نعدل عليها. هنا بنصحك لو أنت ما شفت درس الموديفاي تولز أنك ترجع له عشان تعرف تتعامل مع هذه الأدوات، لكن خلوني نقولها بشكل سريع. ممكن نستخدم الروتيت، يعني مثلا الحين رسم لنا إياها بهذا الشكل بس إحنا نحب نعدل عليها،
نحدد على أي نقطة من النقاط. ممكن طبعا نستخدم الاختصارات RO أو أننا نأخذها من التول من هنا. بعدها Center of Rotation ممكن نعدله، مثلا نخليه في السنتر أو في النص مثلا هنا، وبعدها ممكن نسوي كذا في الشاشة أو أننا نكتب الزاوية من هنا، نكتبها 90 ونضغط على Enter، فكذا غيرنا الاتجاه باستخدام الروتيت. لما يصعب عليك تحديد أي واحدة من هذه الجريد وتبغى توصل لمكان معين، دائما استخدم التاب عشان توصل لأي نقطة أو أي خط أنت تبغاه. ولما تحدد عليه ممكن أيضا نستخدم الأسهم اللي على الكيبورد، بحيث أن نمشيها بهذا الشكل أو هذا الشكل، كل الاتجاهات ممكن تشتغل معك، يعني فوق تحت يمين يسار كلها تشتغل وتتحرك بالشكل اللي أنت تبغاه. وممكن أيضا طبعا إحنا قلنا في رابط دائما لما نحدد أي شيء على طول بيكون عندنا الموف تول هي اللي أكتب، وممكن نحرك كذا. لكن لو نبغى نكون دقيقين أكثر ممكن نستخدم الموف تول إما MV على الكيبورد الاختصار، أو ناخذها من الأدوات وبعدها ممكن نكتب عدد معين أو نتحرك لما نوصل لنقطة معينة. غير الموف تول من الأدوات اللي مرة بتساعدنا الألاين تول، ممكن من الموديفاي نختارها أو اللي هي هذه الأداة، أو طبعا على طول AL على الكيبورد وبعدها نختار النقطة الأولى وبعدها الخط الثاني. ممكن يساعدنا أن نسوي زوم مرة ثانية، AL الخط الأول بعدها الخط الثاني وبيتحرك. وطبعا ممكن نسوي له لوك، ولو كان multiple alignment نضغط النقطة الثانية وعلى طول صار align معه. لو ما تبغاها كذا ممكن تشيلها أو أنك تضغط على الاسكيب وبعدها تسوي alignment. فبكذا نقدر نقول نقدر نستخدم التاب علشان نحدد بسهولة، ممكن نستخدم الروتيت، الموف، الكيبورد ارو، وطبعا الالاين تول. وبكذا نكون غطينا اهم من نقاط الدرس اليوم. اذا استفدت اشعرني بالضغط على زر الاعجاب، واذا صعب عليك شيء اترك لي سؤالك في التعليقات وبرجع لك في اقرب وقت. الدرس القادم بيكون عن الاسطح أو الروف، فلو مهتم اشترك في القناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أترككم أنا هنا ونلتقي في فيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.